مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلى الموز. عندنا 250 ملي حليب، موز، 3 معالق طعام سكر، ملعقتين طعام ملانين كاستر، حليب وبسكوت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط السكر فوق الحليب وبحط الكاستر، بحركن على الغاز تحريك مستمر ليشتد المزيج. عندي صينية بحط بقلب البسكوت، بصفهن بحط عليهم حليب بهيدا الشكل. طريقة سهلة وسريعة وبتاخد 5 دقايق تقريبا بالتحضير. هلأ بدي أقطع الموز أنا وياكم. بسم الله، بقطعهم دوائر بهيدا الشكل. وبحطهم على البسكوت، صفهم بهيدي الطريقة. بمدن نفس المستوى أكيد. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. بس برد الكاستر بالبراد، هلأ فينا نزين حسب الرغبة، فينا نرش شوكولا على الوجه، فينا أي شيء منرغب فيه. بس انا رح اعمل شوكولاتة جناش وحطهم على الوجه. عندي 100 جرام شوكولا خام، ملعقة صغيرة زبدة، 3 معالق طعام حليب. بحط الزبدة والحليب فوق الشوكولا وبحطهم بالميكروويف ليدوبوا. هيدا الشوكولا بس دوبته بالميكروويف، هلا بحطه على وجه الكاستر. بمدن على الوجه. لشوف انا وياكم كيف طلعت من الداخل. اكيد بنرجع بنحطها بالبراد. هيدا الشكل النهائي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.